ومولانا محمدا عبد الله ورسوله الذي أكمل الله به قصر النبوة أي ختم الله به النبوة وحكم لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا شافعنا محمد مدينة مدينة ما منك غنغنا هي مدينة مدينة مومنوں کی گنگنا ہے دیدار مدینہ عاشقوں کی تمنا ہے اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد مدینہ کی ہوا سے جنتی بو آتی ہے مدینہ کی ہوا سے جنتی بو آتی ہے خاک پاک مدینہ میں نور جنت چمکتی ہے اللہم اگر انسان کسے با زندہ بودے ابو القاسم محمد
محمد زندہ بودے بلغ العلا بکماله صلوا علیہ وآلہ باہو ٹی وی